يسعد لي مساكي رويدا. يسعد مساك عطية ومساك الناس اللي عم تسمعنا هلا عبر شام اف ام. يسعد لي مساكي واهلا وسهلا فيكي ببرنامج نبض العاصمه. واليوم نبض العاصمه عم ينبض حب وفن لانه عم نسمع صوتك. تسلم يا رب، وان شاء الله هيك دائما بتكون هالشام عاصمه المحبين، دائما عم تنبض بالمحبه وبالسعاده وبالفرح ان شاء الله يا رب. رويده اهلا وسهلا فيكي بدايه على هوا الشام اف ام. بتعرفي قديش منحبك بالشام اف ام وقديش علاقتنا حلوه معك. أكيد، شكرا وبتشكر كل العاملين بشام اف ام. الله يخليكي يا رب. كيفك رويدة، شو الأخبار، شو في معفي؟ أنا الحمد لله بألف خير. شو في معفي، في تحضيرات إن شاء الله. وأنا كثير قليلة لطلع على الناس إذا ما عندي شيء أحكي فيه، بس المشكلة أنه أنا ضعيفة اتجاه شام اف ام وما فيني أبدا إلا بطل، وعلى القليلة لو أني أقول مثل خير للناس اللي عم تسمعنا. والله هي فكرة النبض الفني اليوم، أنه نسمع صوتك رويدة، نتواصل معك، نشوف كيفك، شو أخبارك. فبدي يكون طماع أنا معك، وأنا دائما بتعرفي قديش بكون طماع، وبدي أسمع شيء فورا بصوتك. شو بدك تسمع أنت عطيني خيار من عندك. والله يعني إذا شيء أغنية، شو سعد قلي من اختيار سعد حيكون؟ ما تملكني الدنيا أو نرجع نلتقي. سعد كتير قديم صح. سعد فيك تختار غير شي لو سمحت. فيك تختار غير شي سعد. شو سهل الحكي. رويدة أنت اختاري الأغنية اللي بتحبي تغنيها. إذا بدي غني شي بقول مرة نحن سجلنا شي لشام اف ام إذا تتذكر، فحب بقول شي لسوريا. يلا أكيد. هي يا الشام، هي ام الضفاير، هي ما بينضام عشبالك هالمهر الغاير. الله يحمي لك هالصوت رويدة، ويحمي الشام واهل الشام. يا رب. رويدة قديش تأتي للشام؟ والله شوقي للشام دائما، انا اذا بتلاحظ بيكون في عندي بعض الكتابات على السوشيال ميديا تبعي. صحيح ورح نحكي عنها اكثر بعد شوي. بحس لما بدي احكي عن قديش انا مشتاقه لسوريا، ما في كلمه بتليق بحجم شوقي، يعني لانه انت عم تحكي عن شيء مرتبط فيني، انا مرتبطه بهالبيئه. انا دائما بقول لهم لكل الناس اللي حواليي لما بيقولوا لي اشتقتي للشام، بقول لهم انا بحس حالي جسد عم يمشي بأي مكان بالعالم، بس أنا روحي عم بترفرف هونيك، ما بحياتها بتكون بأي محل تاني غير بسوريا. نعم يا سلام. اسمع شوي سعد. رويدة، هل عادة أي حدا بيتعود على هوى الشام وبيتعامل مع هيك أهل الشام، لما يطلع لبرا بيتذكر تفاصيل معينة بيشتاق له أكتر شيء، فاليوم رويدة لما تتذكر الشام شو أكتر شيء تشتاق له؟ بتقول يعني أول ما أنزل على الشام رح أعمل هيك. صراحة أنا إذا بدي أحكي لشو اشتقت بالشام، بقول لك أنا اشتقت لكل شخص استشهد من أصحابي. نعم هدول عندي أهم من أي شيء. الناس اللي راحت وكانوا واعديني إنه نرجع نلتقي مثل كل صيف. هدول فقدتهم، بس روحهم بالسما دائما بحكي معهم. اشتقت يرجع السوريين مثل ما كانوا قبل، قلب واحد وإيد وحدة وما حدا يفرقنا. نعم إن شاء الله دائما بنضل إيد وحدة، والله يحمي الجميع ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى. نعم يا رب. إن شاء الله. نعم، هلا بدي أقول لأي حدا عم يسمعنا حاليا، فيكم تتواصلوا مع رويدة إذا حابين على الرقم 66-28-317 إذا حابين تسلموا على رويدة مباشرة على الهواء. رويدة، أي حدا عم يشوف صورة لك أو فيديو على السوشيال ميديا عم يقول رويدة عطية حليانة، لأنه حليانة كتير. شو القصة؟ حبيب والله عيونك عيون الناس اللي بتشوفني هيك الحلوة. صراحة ما بعرف، يعني أنا يمكن بعيدة عن موجة بعض الفنانات اللي بيلجأوا للتجميل وللاهتمام كتير. أنا أكثر شخص غير مهتم ببشرته، غير مهتم
يمكن كثير بتعب، ما بتعب كثير على اطلالتي لانه بهمني صوتي، بهمني شخصيتي تفرض وجودي عند اي عند الناس. بس اكثر هيك ما بعرف يعني. بستحي يعني. الله يحميك يا رب رويدة. شكرا. ويحمي لك جمالك. رويدة، رح نحكي عن اخر موضوع طبعا بشكل سريع جدا، عن اخر موضوع صار معك وهو عدم مشاركتك ببرنامج على شط بحر الهواء، فبشكل سريع جدا وخجول، شو اللي صار؟ لا خجول ما في يكون خجولة فيه، لأقول لك ليش، لأنه الموضوع بيمس بجنسيتي. ويتعلق بالجنسية؟ بما بيخص أنه جنسية سورية. نعم. هلأ أنا مشان الناس يكون عندي علم أني أنا حصلت على الفيزا، التأشيرة صارت موجودة معي. نعم. بس أنا ما قدرت أطلع شارك بالرحلة، وأنا بعتذر من كل الفان اللي كانوا ناطريني وناطرين إنه يشوفوني بهالرحلة، بس إن شاء الله الأيام جاية معوض بغير شيء. بس للأسف إنه في قانون طالع إنه ممنوع مشاركة السوريين بأي كروز من أو بأي عمل من هال يعني مثل هالأشكال هاي اللي عم تصير. في يعني في أنا، في كمان كانت الفنانة ليلى الأطراش، في كمان كان الفنان صيفولي. بداية نحن فنانين، يعني نحن مش ناس عم تحكي سياسة لتفرق، نحن طالعين لنشارك وطالعين نحن حتى نثبت للناس انه شو ما كانت الظروف نحن السوريين منضلنا مبتسمين ومنضلنا فرحانين ومنضلنا قويين وراسنا عالي. فمشان هيك انا نزلت مبارح شيء قلت لهم هني منعوني من المشاركة، بس جنسيتي لساتها معي وانا سورية وبفتخر بجنسيتي. وهون انا بدي اتشكر يوسف حرب، هذا الانسان فعلا كان اخلاقه كثير عاليه، انه بالعكس اللي رويدة ما تزعلي، بس اذا سوريا تعرضت ل اذا سوريا هلا عم تتعرض لهال يمكن للمؤامره الكبيره، انه يوم عن يوم حتبين الحقيقه وراح تشاركوا بكل شيء. قلت له ما عندي اي مشكله، انا ماني زعلانه على المشاركه وبتمنى كل التوفيق لكل النجوم اللي طلعوا، طالما انا سوريه ومضايقه بعض الناس فما عندي مشكله. بس هو على العموم يعني هن الخسرانين، ووجود الفنان السوري بأي برنامج من هي البرامج بضيف للبرنامج، وانت سورية ونحن نفتخر فيك رويدة. شكرا لك. شكرا، خليل ياك يا رب. عميلي سعد معنا اتصال، مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا، مين معي؟ انا المعجب بالفقار الشيخ من محافظة اللاذقية، بحب الفنان رويدة فيه كثير كثير. تفضل، هي معك على الهواء. ايه معك. مساء الخير. مساء النور، كيفك ان شاء الله بخير؟ وكيف كل اهالينا بلادية؟ كلنا مشتاقين لك ومنحبك كثير. انا شكرا لك. بالذوالفقار الشيخ دائما بعت لك على الفيسبوك اذا بتنتبه. ايه يا اهلا وسهلا فيك، انت اليوم بعت لي مسج صح؟ صح. يا اهلا وسهلا فيك. احنا كثير بنحبك عن جد، يعني انا كثير 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 بحبك وما ببعت، يعني دائما بتمنى لك الخير والسعاده والصحه، انت فنانه متالقه. شكراً لك، تستاهلي كل خير، نحن السوريين بنرفع راسنا فيك يا رويدة. راسكم مرفوع بدوني، شكراً كثير لك. وبعدين ذو الفقار وأنا بنادولي أم ذو الفقار. فالله يطعمنا إياه. وإن شاء الله دائماً، والله العظيم بدون مجاملة، والله العظيم بحبك بحبك يعني مثل شو، حتى أغانيك حافظني يمكن أكثر من دراسة اللي درستها بالجامعة. يا سلام. شو أكتر أغنية بتحبها لرويدة ذو الفقار؟ كيف؟ شو أكتر أغنية بتحبها لرويدة عطية؟ بحب شو سهل الحكي، بلا حب، نرجع نلتقي، هذول كلهم حافظهم، هذول من أحلى الأغاني. أهلا وسهلا فيك ذو الفقار. رويدة، يعني عم نسمع علاقتك مع الفانز مختلفة جدا عن أي علاقة فنان آخر مع الفانز. دائما بيكون في مقاطع أغاني بصوتك بتسجليها كرمال الفانز، وكمان مؤخرا عم نشوف حكم وأفكار حلوة لرويدة عطية، فقديش هذا النوع من التواصل بيقرب الفانز من نجمهم المفضل؟ بالطبع كل ما أنت بتتواصل مع الناس كل ما أنت بتكسب ناس. انا بتطلع على بعض الفنانين يعني انه بينزلوا صوره مثلا وخلص، يعني ما حدا ما بيتعاون وما ما بيردوا على الكومنت او بيعملوا لايك مثلا لاي صوره. انا يمكن عندي هي من وقت ما بلشت بمجال الفن، انه انا ما بحياتي بتعالى على الناس، ما بحياتي ببعد عنهم، كل ما اكون قريبه انا من الناس، لانه بالنهايه لما بكسب شخص انا عم بكسب اخوه واخته وابن عمه وصديقه، عم زيد عندي محبين. صحيح. دائما بناقشهم، بحكي معهم، بغني لهم، بسالهم، دائما بحاول قد ما فيني رد على اكبر عدد من الكومنتس لما بكونوا هن متابعيني على اي محل بالسوشيال ميديا. اذا بتلاحظ انه عندي الناس يعني عندي الفولورز نشيطين جدا، وبتلاقي يعني رقم
ارقام كبيره. فلذلك انا اليوم ليش بدي اكون شايفه حالي على الناس اللي اصلا انا لولا الناس ما بكون شيء. انا عندي موهبه اكيد، عندي هذا الصوت، بس الناس هي اللي بتخلي هالموهبه تكبر، والناس اللي بتخلي وجودك موجود بالسوق. اذا انت شفت حالك على العالم فصدقني اليوم صار في 200 فنان والفانس صاروا ل 100 فنان. فانا ليش بدي ضيع هذول الفانز مني وروحوا على غير ناس؟ الحمد لله عندي فانز وفي جدا لي، يعني من وقت طلعت لليوم مستمرين بقوه، وبوجه لهم تحيه لكل الفانز وبحبهم كثير. ويا ريت فيني اذكر اسماء، بس المشكله ما فيني اذكر اسم وانسى اسم ثاني. وانا رويدة شعوري مثل شعورك حاليا، لانه صار في استنفار على الفيسبوك كله عم يسلم على رويدة عطية، فانا ما رح يعني بعتذر منه، ما رح اذكر اسماء كتار يلي عم يسلموا على رويدة عطية عبر صفحة شام اف ام الرسمية. فاكيد تحياتنا لكم جميعا. طيب حناخد اتصال تاني سريع جدا. سعاد مساء الخير. اهلا وسهلا، مين معي؟ معك لؤي. سعاد لؤي، اهلا وسهلا فيك، تفضل. اسلم على فنانتنا رويدة عطية. الو، يعطيك العافيه فنانتنا. الله يعافيك يا رب. انا من معجبتي كثير فيها، مو شوي يعني، بحكم باسم كل معظم الدرع كثير محبك ومنشجع انه ضجك. وحاب اقول لك شغله يعني، هم بجوز انه ما خلوك تطلع لانه انت يعني كتبت كثير شغلك يعني جدارتك على البرامج، اي برنامج تطلع فيه خارج سوريا، لانه انت الفنانه السوريه كثير كبيره وكثير محبوبه قبل الشعب السوري، لكن كثير ما كنا بنحبك هون. الله يخليك، شكرا لك. يا هلا فيك. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك يا لؤي. رويدة، امتى حنسمع اغنيه جديده لرويده عطيه؟ ان شاء الله يعني لازم يكون خلال هذول الاسبوعين اللي جايين. حلو كتير. حلو كتير. هي عم زقف انا. خلص يعني صار لازم اكون على الاستديو يعني يسجل. بس انا لانه كثير صعبه بالخيارات وصار عندي أكثر من خيار صراحة. وعلى شو حاطة عينك حاليا؟ شي رومانسي أو جبلي أو خليجي؟ أنا اخترت خليجي صراحة من فايز سعيد، بس أنا سراس جلد. وإن شاء الله يعني إنه هالعمل بيكون من نصيبي إذا الله راد. إن شاء الله يا رب. بس أنا سمعت غير شي، سمعت شعبي. سمعت شعبي يعني تقريبا يعني يعتبر قريب على التراث السوري يعني. حلو. بس صعب، اول مره بغني هذا النوع من الاغاني. بالعاده انا بغني شعبي، بس بغني شعبي المودرن شوي يعني. هالمره حيكون شعبي بده مرجله صراحه بالمغنى. وانا اول ما سمعت الاغنيه لا رويدة، بس يعني انت لها ولو ان شاء الله يعني، بس انا لاني بتحدى نفسي كثير يعني، خاصه اذا فايت على لون جديد على هنكي جديد وكيف انا لازم اصيبه صح لحتى الناس تصدقني، ما فيني يكون عم بكذب على الناس. ولا ممكن توصل الأغنية. بس إن شاء الله يا رب هالأغنية تكون هيك يعني مفترق طرق لإلي، تعمل لي بصمة باللون الشعبي والناس تحبني فيه. يعني أنا درجة أولى بهمني إنه الناس تحب الأغنية، لأنه الأغنية ما أنا اختياري صراحة، بس أنا سمعت من رأي حدا عنده خبرة أكثر مني بالفن وصار يسمعني وقلت له خلص اوكي انا معك، واذا صار شيء انت حتكون الملام. بس بعتقد ان شاء الله انه بيكون وش خير عليه. لا ان شاء الله يا رب اكيد موفقه بهذا العمل رويدة، وان شاء الله بنخصص نبض فني خاص بالعمل الجديد يلي رح نسمعه بصوت رويدة عطيه. اكيد شامف، انا ما فيني ابدا زعلهم اكيد طبعا. تسلمي يا رب. رويدة، بدنا نسمع شيء بصوتك كمان مره ثانيه، فينا؟ تسمعوا شيء مثلا شيء شعبي اذا بتحبي او اختيارك مثل ما تحبي. شعبي، انت حابب شيء شعبي؟ ما عندي اي مشكله والله صراحه، يعني ما في شيء معين، بس اي شيء نسمعه بصوتك حلو اكيد. اوكي طيب خلينا نفكر بشيء. طب حقول لك، بدك شيء لفيروز مثلا يعني؟ لفيروز موافق وبشده. لانه حتى حرام الفانز بيضلوا يقولوا لي غني لنا مقاطع لست فيروز، فحقول شيء يعني. يلا. ترغرم ترغرم طلال البكي نحن وقادي لآخر مرة سوا وساكتين، طلال البكي نحن وقادي لآخر مرة سوا وساكتين.
سكين بعيونك حنين وبسكوتك حنين. لو بعرف حبيبي حبيبي بتفكر بمين؟ يا سلام على صوتك يا رويدة عطية. أنا كتير مبسوط فيك صراحة، وبدي أرجع أسلم على كل الفانز وكل محبي رويدة عطية يلي عم تواصلوا معنا عبر فيسبوك على 1923. نهاية رويدة، أنا بعد شوي بنبض الفيسبوك حأحكي عن آيس بوكيت تشالنج. ما بعرف أنت كان لك رأي خاص بخصوص هاي الحملة العالمية. مظبوط، وأنا بتشكر كل الناس اللي طرحوا اسمي بالتحدي. تحدوكي إيه؟ بس اللي صار يعني إنه إذا بتلاحظ مثلا من يومين لغاية هذا اليوم إنه صارت القصة قلبت لتحدي، يعني ما هي يعني نسينا الهدف الإنساني اللي هو انطلب منه هذا الشيء. يعني ودائما أنا بفكر إنه ليش أنا مثلا بدي أفكر ببرا ما أفكر بعنا، يعني العرب اليوم نحن إذا بنطلع على غزة والأطفال اللي عم تموت، ولا بنطلع أطفال سوريا ولا بالعراق ولا بأي مكان بأي دولة عربية، أنا بعتقد إني اهتم بهذا الطفل، هذا الطفل اللي عم تتاخذ منه طفولته بدون ما يعرف. ليش ما أنا أفكر فيه وفكر كيف أنا بدي أتحدى العالم كله إني حافظ على حياته لهذا الطفل. فأنا اعتذرت عن هذا الموضوع، قلت لهم أنا بتبرع، ما عندي أي مشكلة، بس ما بنفذ هذا التحدي لأنه بعتقد في ناس أهم وأولى، وأكيد أنا ما رح حلق على الهدف الإنساني لأنه الله يشفي كل إنسان مريض. أكيد أكيد حدا. بس قصدك يعني في مواضيع أخرى كمان تستحق أنه ينحكى عنها بهي الفترة أكثر. وصراحة أنا بحس دائما كل فترة بيصير في شيء من الغرب بيجي لعنا لننسى رحنا شو في عنا هون. يعني إذا كانت هذا الخطة ماشية فنحن ما بننسى سوريا، نحن ما بننسى غزة، ما بننسى العراق، ما بننسى أي محل محتل بالعالم، ما بننسى أي بلد موجوع. الله يحميك. مع احترامي لكل الفنانين اللي عملوها لهي الحركة، بس أنا دائما بحب كون خالف تعرف. رويدة نهاية شكرا كتير لك، كتير سعيدين بسمع صوتك، والكل بيسلم عليك هون بشام اف ام وناطرين جديدك. شكرا لك عطية، بس انا حابة بس نوع على شغلة الليلة. لانه انا ما طلعت على الكروز وكان في مزاد علني حيكون ريع لأطفال غزة. حلو. بعد غرض مني، هذا الغرض مني ومن صديقتي هنا الحسيني. هي كان جايبت لي هدية بعيد ميلادي وقلت لها هو عليه لوجو اسمي وحابة اني انا اتبرع فيه لأطفال غزة، فقالت لي اكيد يعني هذا الشيء طلع مني ومنك، اذا في الخير اكيد بدنا نعمله، بس حبيت اذكره انه ما طلعت بس حبيت كون شارك بهذا الهدف الانساني. حلو كتير. وهذا الهدف حيكون ممثل باسمي وباسم كل الفانس تبعي. أكيد يعني من سوريا ومن هوا شرف أم، تحية كبيرة لأهلنا بغزة ولأطفال غزة، والله يحمي الجميع ويحمي كل أهل الوطن العربي يا رب، وهيك يعني الله يفرج على الجميع إن شاء الله. وشكرا كثير لك عطية، عطيتني هالمساحة اليوم، وشكرا للسعاد ولكل العاملين بشام اف ام. هلا في كثير ناس زعلت على فكرة، اجى كثير اتصالات بس ما قدرنا نحولها والله على الهواء، فمنسلم على الجميع ورويدة بتسلم على الجميع. انا بحبهم كثير وشكرا لكل اللي عم يبعثوا عم يتصلوا وبكبر فيهم انا، وخليهم داعميني وين ما كنتوا. نعم، اهلا وسهلا دائما بالفنانة السورية رويدة عطية. شكرا لك. سلامات. كل شي بعد مطرحه من بعد ما في الليل من كتر خوفك ينبع.